تريك تتفرج في هذا الفيديو، راه كاين كود ديال فري فاير وسط الفيديو. تفرج فيديو من الاول حتى الاخر باش تاخذ الكود. وفي هذا الفيديو ناخذ متابع وندخل الكود فري فاير قدامكم باش تاكدوا انه شغال 100% اخوتي. مرحبا اصدقائي في فيديو جديد. قبل بدايه الفيديو انزل في الزر معك، هيا قم بتفجيز اللايك وقم بالاشتراك في القناة، نوصل 100,000 مشترك يا شباب في اقرب وقت. اذا وصلنا 100,000 مشترك سوف يكون مسابقة كبيرة جدا على 100 كود. شباب انا قد اشتريت يعني 50 كود بتقريبا ثمنها $500 شباب، اشتريتها وسوف ان شاء الله سوف تكون بوتوت مباشرة في شهر رمضان ان شاء الله. راح يكون روينا في الكوزينة اخوتي في شهر رمضان ان شاء الله، كل نهار لايف ان شاء الله. غير خاصنا الدعم ونوصلوا 100 كادير قبل من رمضان، بقات 10 ايام نوصلوا 100 كان ان شاء الله اخوتي بالبارطاج ديالكم والدعم ديالكم الدراري. دابا انا اخوتي ناخذ دابا ندير شي متابع ونشوبي له الدراري، ندخل لي كود الدراري قدامكم وناخذ لينك الفيديو وناخذ ونشوبي له قدامكم اخوتي. اوكي شباب انا سوف اعمل فقط مسابقه على كود واحد لانني لم اقولها لكم. الان سوف اقول لكم وسوف تكون ان شاء الله الفيديو قادم اعلان سحب على 2 كودات وان شاء الله راح تكون البلبلة اصدقائي. اوكي اصدقائي سوف ناخذ رابط الفيديو شباب، راح ناخذ رابط الفيديو ننسخ الفيديو شباب هكذا، ننسخ رابطه نعمل له كوبي بهذا الشكل، ثم ندخل الى موقع شوب تو جيم ونقوم اولا باختيار اختيار فائز. ندخل لجوجل شباب. اوكي شباب ننسخ رابط الفيديو هكذا، ثم نعمل هكذا وثم نعمل جيت يوتيوب كومنت بهذا الشكل كي يعطينا تعليقات اليوتيوب. لدينا 128 تعليق، نعمل ستارت بهذا الشكل ونرى من هو الفائز شباب. اوكي هذا الشخص قال لي اشحن لي يا صديقي، سوف ناخذ الاي دي الخاص بي بهذا الشكل ثم ندخل لشوب تو جيم ونقوم باعطائه كود شباب. الف مبروك لك يا صديقي وان شاء الله راح يفوز معي جميع المتابعين لان سوف اشتريت اكواد كثيره شباب. إذا كنتم تريدون الفيديو طريقة شراء الأكواد فقط وصلنا هذا المقطع ل 2000 لايك شباب وإن شاء الله ننزل لكم المقطع. أوكي ثم نعمل تسجيل الدخول شباب، ثم نختار فري فاير بهذا الشكل، ثم ندخل الأيداء الخاص به. أوكي ثم نعمل أناليس برنامج روبوت، ثم سوف أذهب لإحدى الكود شباب. أوكي نعمل تسجيل الدخول، ثم نعمل قاسمة جارينا بهذا الشكل، ثم نضغط هنا ندخل الكود. المهم شباب أول شخص في الفيديو القادم الذي سوف يكتب لي اول تعليق ولا يحفظ معنا راح ارد عليه بكود. اوكي كاين كل متفقين، سوف نشحن له الان. اوكي هذا هو الكود، الان الكود ثم نضغط على تاكيد بهذا الشكل تاكيد. اوكي انتم يعني يا اساطير قد تمت الشحن له مباشره يا اصدقائي، ثم اوكي كما امامكم رقم العمليه كل شيء تمام. اوكي اصدقائي اول تعليق في الفيديو القادم له كود فري فاير كي نقوم كانني قد علمتكم شباب. هيا قوم بوضع لايك، لا تتردد يا صديقي وقوم بوضع لي زر لايك. هيا شباب كي نعمل عدة مسابقات من الجرس مفعل لانه يكون كشي مفاجآت في الفيديو الشباب، لذلك قوموا بتأكدوا من زر الجرس هل هو مفعل ام لا. هيا اترككم مع الفيديو، فيديو اليوم شباب طريقة شحن جوال فري فاير مجانا. الموقع شباب دائما اشرحه، هذا الفيديو سوف اشرحه مرة اخرى وسوف اريكم مميزات جديدة وان شاء الله راح يكون شيء خرافي شباب في هذا الموقع الاسطوري شباب. لذلك ارجوكم نريد دعمكم كي نوصل 100,000 ابوني اخوتي باش نكون يعني شي توزيع ناضي اخوتي. تحديد 100,000 قبل من رمضان غيكونوا ضيفات ناضيين اخوتي. يلا خليكم مع الفيديو نشرح لكم السيت بلا ما نطول عليكم بزاف المقدمين حتى طولت عليكم بزاف. الان هذا هو رابط الموقع، هذا هو الفيديو شباب، سوف تنزل للوصف تجد رابط الموقع والفي بي ان، سوف تدخل لاول شيء للموقع بهذا الشكل. فقط تابع معي الخطوات كي نرى ان شاء الله. سوف انسخ فقط الرابط وضعه في جوجل كي تتفادى بعض المشاكل، لاني احب الاشتغال في جوجل وامتنع عن هذا المتصفح. اوكي اصدقائي انا يقول لك الدخول الى الموقع اضغط هنا، تضغط على الدخول الى الموقع اضغط هنا بهذا الشكل، ثم تنتظر يا اسطوره ها هنا هذا العدد من الثواني تنتظر، لا تضغط على اي شيء هنا، تعمل بلوكي بهذا الشكل. اوكي ننتظر بهذا الشكل هذا العداد، ثم ركز معي هنا تختار هكذا تضغط عليه وترجع بزر رجوع هاتف. اوكي ثم تضغط على الرابط جاي، ثم ترجع بزر رجوع هاتف للمره الثانيه، ثم تضغط على الرابط جاي هكذا وسوف
يقوم بتحويلك مباشرة إلى الموقع هكذا. كذلك يمكنك استخدامه مع تطبيق الـ VPN. هنا تضغط على سين أب بهذا الشكل سين أب، ثم هنا تكتب الاسم الخاص بك. ملحوظة، تابع المقطع للنهاية لأنني قريب سوف أحط لك الكود قريبا. هنا يا صديقي تكتب هنا الاسم الخاص بك للتسجيل في الموقع، وهنا اليوزر نيم، وهنا الايميل الخاص بك، وهنا تعيد كتابة الايميل، وهنا تكتب الباسورد الخاص بك، ثم سين اب، وهذه الريفيرال كود يمكنك تركها فارغة، ليس هناك اي مشكل. ثم تضغط على سين ان، ثم تدخل الايميل والمود باس الذي تسجلت به. هنا لا تدخل لا تدخل كلمات سر حسابك، فقط ادخل اي ايميل حتى ولو لم يكن يعني مزيف غير صحيح، فقط ادخله. اوكي، سوف يظهر معك على هذه الواجهة على الموقع. لدينا هنا يا اصدقائي باي بال، بايتم، امازون، جوجل بلاي، 100 دياموند فري فاير، 5 دياموندات، 50 دياموند، 12 دياموند فري فاير. اخوتي يا اخوت ملحوظة الدراري، انا اقول لكم ده اخوتي ديال فري فاير اللي وعدتكم بها وكيبان لكم هنايا. بصح اخوتي اللي دا مبروك عليك الصاد، ديتي الكود، اكتب لي كومونتير باش نطلع الكومونتير ديالك او يعرفوك الناس راك ديتي وصافي. راه الكود خدام اخوتي، اقسم بالله الله شهد عليا الكود خدام اخوتي. اوكي خوتي، انا عندي 1350 نقطة، جمعت مادي في الفيديو النقاط قدامكم هنا يا خوتي. كما كتشوفوا معايا كاين هنايا، نشرح لكم العروض. كاين داونلود ان انستال تشيز اب، يعني كيقول لك حمل هذا التطبيق وافتحهم لمده، فتحه لمده 30 ثانيه غيعطيك 60 نقطه. وكما كذلك يمكنك تنفيذ باقي هادشي العروض. يا شباب يعني هذه العروض ليس فيها نقاط يعني مربحه كثيره. ادعوكم الى تحميل في بي ان، رابطه في صندوق الوصف. ايضا توماتو في بي ان انصحكم بتحميله يا شباب، سوف اترك لكم رابطه في الوصف بدون ما نضيف الكلام. ثم سوف تختار دولة امريكا بهذا الشكل، ثم تختار هنا، تأتي هنا تختار امريكا اتلانتا مثلا، فقط انت لا تختار اتلانتا، اختار سيرفر اخر، المهم يكون امريكا. ثم ترجع هكذا وترجع لجوجل كروم، ثم تعمل ريفريش بهذا الشكل، ثم سوف يظهر معك الكثير من العروض الرائعة والمربحة شباب. انظروا معي الكثير من العروض، هنا لدينا هنا الكثير والكثير والكثير شباب. اوكي اصدقائي سوف اشرح لكم العروض. العروض سهلة، وهنا لدينا العروض سوف اشرح لكم كل شيء. وهنا لدينا هذا العرض يقول لك حمل وافتح في حساب هذا التطبيق، وهذا يقول لك ايضا هذا العرض يقول لك حمل وتسجل في هذا التطبيق، وهنا يقول لك حمل هذا التطبيق وافتحه لمده 30 ثانيه. وايضا هذا العرض سهل للغايه، لا اعرف طريقه تحميله. هذا العرض يقول لك حمل التطبيق وافتحه لمده 30 ثانيه. هذا التطبيق يقول لك يعني حمل التطبيق وقم بتسجيل في حساب. هنا كوان ماستر عرض رائع شباب، عليه نقاط كثيرة. يقول لك يعني حمل تطبيق ولعب فيه للوصول إلى القرية الثامنة. هنا يعني مثل العرض اوكي. هنا لدينا هذا التطبيق يقول لك حمله وما إلى ذلك، مطلوب منك كل مهمة المطلوب منك في الوصف المهمة. مثلا هنا يقول لك حمل هذا التطبيق، يعني ادخل للموقع وقم بإكمال استبيان. هنا مليئة من العروض، أنت قم بالاشتغال بالعرض المناسب لك يا صديقي، ومبروك عليك يا أسطورة. لدينا سوف نذهب إلى الريدم لكي نسحب الأرباح. قد أريكم عندما تصل الحد أدنى للسحب هو فقط يا أسطورة 60 نقطة، 12 دياموند فري فاير، لا عفوا 35 نقطة، والحد أدنى للسحب 5 جواهر. تكتب هنا الأي دي الخاص بك في لعبة فري فاير وثم تسحب يا صديقي. إذا ما اشتغلت معك الطريقة فقط ضع لي لايك واكتب لي تعليق، واكتب لي الاي دي الخاص بك وضع لي لايك، وانا سوف اشحن لك ان شاء الله. هيا هذه هي نهاية الفيديو شباب، اتمنى شكرا على طيب المتابعة. كان معكم اخوكم عمر، ولا تنسوا متابعتي على الانستغرام، هناك سوف اقوم بتنزيل اكواد في ستوريات. هيا شكرا على طيب المتابعة يا احلى متابعين، وقوموا بمشاركة المقطع مع اصدقائكم كي نوصل لمئة الف مشترك. ملحوظة الشباب، كي في ناس يعني بتقول لي نصاب وهيك مصاب، وسوف اعطي دليل قاطع للناس اللي بتقول مسابقاتك كذبة. نعم هذا هو الشخص، يعني هذا هو الفيديو، هو الشخص يعني الذي شحنت له، لقد قمت بتثبيت تعليقه كي يرى الناس انني لا اكذب. وهذه نهاية الفيديو شباب، اتمنى من الفيديو ينال اعجابكم. يلا مع السلامة.